هذا يقول هل ماء زمزم يعني شرب ماء زمزم يدخل في مناسك العمرة؟ وإن لم أفعل فهل علي شيء؟ الشرب من ماء زمزم سنة مستحب، لأنه ماء مبارك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرب من ماء زمزم. فإذا كنت أحرمت بالعمرة أو بالحج ثم جئت وطفت وسعيت، طفت بالبيت 7 أشواط وصليت خلف المقام، قبل أن تذهب للسعي يستحب أن تشرب من ماء زمزم، إلا إذا كنت صائما، الصائم لا يجوز له. أما إن كنت مفطرا فيستحب بعد الطواف والسعي للعمرة أو للحج، للطواف للعمرة أو للحج قبل أن تذهب إلى السعي أن تشرب من ماء زمزم، هذا سنة وليس واجبا، لو تركته فلا شيء عليك.